أحسن الله إليكم. أخيرا يقول السائل فضيلة الشيخ صالح: أسأل عن حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد. لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد لأن هذا تفرق، ولا يجوز التفرق بين المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا صلى الإمام وفاتتهم الصلاة، وجاء بعد صلاة الإمام ومن معه جاء جماعة أخرى فاتتهم الصلاة، فلا بأس أن يقيموا جماعة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. لما دخل رجل بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فكونه يقوم أحد يصلي معه هذه جماعة، وقد حف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إقامة الجماعة الثانية بفوات الأولى فإنها تقع مرة ثانية. أما إذا كانوا يفرقون الناس إلى جماعات ويصطلحون على هذا في مسجد واحد فهذا لا يجوز. نعم.